محاولات البائسة واليائسة التي لم تتوقف وهي متكررة وممتدة في الزمان ضد قيادات الاتحاد، وكان آخرها ما حصل إلى الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي يوم الأحد من محاولة بائسة ويائسة للاعتداء عليه من خلال شاب شهر مصحف قرآن وراية دولة فرنسا وادعى بكل حماقة وبكل عنجهية وبكل جهل أيضا بأن الأمين العام والاتحاد هم عملاء فرنسا. خسئوا هؤلاء الناس الذين وقعت دمغجتهم ووقعت قولبة أفكارهم بأن الاتحاد الذي كان في طليعة القوى الحية في تونس التي قاومت الاستعمار وقدمت ضريبة الدم من أجل تحرير تونس، وكان الشهيد خالد الذكر فرحات حشاد هو من قدم دماءه الطاهرة أمام في لقربان معنى الحرية أمام قوات الاستعمار الفرنسي.